وعايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ دعاء في البوست اللي حضرتك قراتيه، ان احنا مشكلتنا ان احنا فصلنا الاجيال، وانا عايز اركز شويه على الولاد الصغيرين. احنا فصلنا الاجيال وخلينا الدين عباره عن قالب، زي ما حضرتك قلتي بالظبط، ان ديننا النبي صلى الله عليه وسلم لخصه في كلمتين، الدين المعامله. المعامله يا جماعه هي الدين. لكن احنا النهارده احيانا فصلنا ما بين التدين وفصلنا ما بين الاخلاق، بالرغم من زي ما حضرتك قلت الاخلاق هي الاساس بالظبط، لان الاخلاق اللي بتبين اللي جوانا عامل ازاي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له القصه اللي كل الناس عارفاها، ان في واحده عايشه في وسطيهم بتصلي وبتصوم وبتقيم الليل لكن بتاذي جارتها، قال هي في النار. وقد يكون بقى اذيه معنويه او اذيه مثلا لفظيه، الله اعلم بالاذيه ايه، لكن في النهايه النبي لم يتردد، هي في النار. عشان كده محتاجين نرجع لورا شويه واقول لحضرتك احنا مشكلتنا الاكبر ايه. شفت حضرتك اول ما بدات الحلقه بتتكلمي على بوست اتكتب والناس قاعده بتتخانق، وكان بالظبط احنا بقينا بنتبع الحاجه اللي فيها عدد كتير، وهو اصلا سنه ربنا في الكون ان دايما اهل الحق دايما تلاقيهم قليلين. كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. الفكره ان دايما الحاجه الغلط هتلاقيها فيها كتير، الحاجة الصح ده اللي محتاجين نعلمه الأولاد. يعني أنا حلم حياتي إن شاء الله مع حضرتك إن إحنا نبدأ نكلم الولاد الصغيرين، والصغيرين اللي هم في إيه؟ النهاردة خلي بال حضرتك إحنا كنا بنتكلم على الصغيرين الإعدادي والسنة، النهاردة أنا بتكلم على الصغيرين اللي في الابتدائي. بقوا فاهمين وبيفهموا وبقوا بيتعاملوا كمان، وبقوا ما شاء الله أعلى مننا بكتير قوي. فإحنا النهاردة لما نبدأ نوصل لهم إن تعرف إن الجنة وتبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقك لما تكون طيبة يقول لك ايه ده بجد؟ ما هو في الاخر الابن ده بيتعلم بالقدوه. النهارده الاب والام احنا بنصلي وبنصوم في رمضان وبتبقى الحياه زي الفل، طيب تعاملاتنا اخبارها ايه مع بعض؟ ما هو يا جماعه احنا بقالنا كتير قوي بنتكلم. يمكن يوسف بيحاول يجتهد ان هو ينزل للمدارس والجامعات ويحاول ان هو يقول للشباب ايه، يا جماعه احنا ديننا مش مجرد كلام وخلاص، احنا ديننا ان احنا ننجح، احنا ديننا ان احنا نتعلم، احنا ديننا ان احنا يبقى شكلنا جميل، احنا ديننا ان احنا نتفسح على فكرة ونخرج وكل حاجة. لكن ربنا بيقول لك في حاجات غلط ما تحاولش تقرب ليها، لان الحاجات الغلط دي مش هتخليك تكون ناجح، وتبدأ تربط له نجاحه بقربه من ربنا. لكن والله يا استاذ احنا ما عملناش كده، احنا بدأنا اللي هو زي ما قلت لحضرتك هو قالب. احنا قاعدين بنكلمه لازم تصلي، طب انت بتصلي ليه؟ طيب احنا بنصوم في رمضان، طب احنا بنصوم ليه؟ طب احنا النهارده في رجب وبنتكلم في شهر خلاص رجب شعبان وداخلين رمضان، ونبدا كلنا نجري على المصحف ونبدا نقرا القران ونختم الختمات. طب مين اللي بيقعد مع ولاده ويبدا يتكلم معاهم يلا في رمضان ده نعمل اتنين خلق كويسين قوي ونمنع خلق تاني او عاده تانيه سيئه بنعملها؟ حاجتين بس. لما نبدا نتدرب على كده بعد كده لما يختلف هو هيعرف يعني ايه اصلا احترام الاختلاف، وهيعرف ازاي يتعامل مع الشخص اللي مختلف عليه، وهيعرف ازاي يعرض وجهة نظره. ولو حد عرض وجهة نظره عادي على فكرة مش هيتضايق وهيبقى واثق في نفسه ومفيش مشكلة هيتعايش. لكن احنا مشكلتنا ان احنا خلاص السوشيال ميديا شوية يعني ايه خلت من وقتنا كتير قوي. يعني دايما بقول ايه، اتعلمنا زمان ان النية محلها ايه؟ القلب. قلب صح. دلوقتي بقت النية محلها ايه؟ السوشيال ميديا. عارفه اللي هو حضرتك اي حد عايز يعمل اي حاجه على طول يكتب البوست الاول بالظبط، لدرجه ان في ناس في الصيام والله انا شفتها ايام ما كنت شويه بدوس في السوشيال ميديا الاقي حد يقول لك انا نويت ان انا اصوم بكره بالرغم ان اقوله ان الجو حر قوي ربنا يعني. طب هو فين فين الاخلاص؟ ما هو الاخلاص ده خلق من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا علمنا ان احنا نبدا نشتغل عليه. علشان كده لو احنا ان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير في سلسله الاخلاق محتاجين نرجع نقول ايه. اول حاجه، اول قاعده، ممكن ما تلاقيش الناس الكتير في مكان فتقول ان هم دول الصح. علشان خاطر احيانا الناس هيقولوا ده الاستاذ دعاء بقى جايبه حد وقاعدين بيتكلموا في الخيال، احنا مش مدركين الواقع. على فكره سيدنا نوح، هو سيدنا نوح لما عمل المركب وراح كلم ابنه، هو ابنه سمع كلام مين؟ سمع كلام الناس الكتير اللي قاعده بتجري على الجبل ولا سمع كلام والده النبي؟ سمع كلام الناس الكتير. اتغرب الناس، لقى ناس كتير قوي طالعين بالجبل فمشي وراهم. فمشي وراهم، ايه اللي حصل؟ خلاص ضاع زيهم. لما نيجي نكلم الشباب هنا باباك يقول لك ايه؟ خلي اخلاقك كويسه، ما ينفعش انك انت تغلط في حد، ما ينفعش انك انت تتريق على مدرس، ما ينفعش انت لما تختلف على حد او تختلفي مع صاحبتك تطلعي كل اسراركم وتطلعي المسجات اللي بعتتها لك وتوريها، ما كل دي خيانه للامانه. اخلاق اخلاق اخلاق. فلما تيجي يقول لك كده اعرف ان هو بيحاول يحافظ عليك او ومامتك بتحاول تحافظ عليكي،
لكن النهارده لما تسمعي كلام صاحبتك انت اول ما هتقعي انت مش هتلاقي حد بالزبط. اول حد صاحبتك اللي هتبدا في ثانيه يعني مش هتقعد تتردد لحظه. لا علشان كده اول قاعده خليك مع القليلين. ومعلش ان احنا بنقول خليك مع القليلين لان دي قاعده ربنا في الكون. سيدنا عمر بن الخطاب معدي على سوق فسمع راجل بيقول اللهم اجعلنا من عبادك القليل، اللهم اجعلنا من عبادك القليل. بيقول له انت جبتها منين دي؟ قال له من القران. قال له ازاي؟ قال وقليلا من عبادي الشكور. فبكى سيدنا عمر وقال كل الناس افقه منك يا عمر، اللهم اجعلنا من عبادك القليل. فاول قاعده خلينا من القليلين، خلينا في دايما عامر ان احنا من الناس القليله اللي نحاول ايه ان شاء الله نتعلم الاخلاق علشان باذن الله نبقى دايما قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة. عليه الصلاة والسلام.